وليد توفيق يكشف لأول مرة تفاصيل عن حقيقة إبعاد جورجينا رزق عن الأضواء وخوض ابنته مسابقة ملكات الجمال. It was a big surprise for me to be between, you know, the five. كشف الفنان اللبناني وليد توفيق أن منصة نتفليكس تتواصل معه ومع زوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق لإنتاج عملين منفردين عن حياتهما الخاصة والنجاحات التي حققها على الساحة الفنية. إنسان ما بلاقي إنسان تصوم بيته وحياته، رغم تعرف الفنان والنجومية مش سهلة. وفي حديث لفوشيا نفى وليد توفيق أن يكون هو السبب في إبعاد زوجته عن الأضواء، مشيرا إلى أنها اتخذت هذا القرار عند ولادة ابنها البكر علي، إذ قال: بالعكس زواجي منها أعادها إلى الساحة ومواقع التواصل ومحبيها وأحبها كأيقونة للجمال العربي وكأم علي وزوجة، مؤكدا بالمقابل أن ابنيه وليد ونورهان يحاولان البقاء بعيدا عن الأضواء ولا يحبذان ما يجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دللنا وحبينا كبرنا على ايدينا للشوق اللي في عينينا. هذا وتطرق وليد توفيق إلى الإشادات التي يتلقاها بجمال ابنته نورهان، مؤكدا أن فكرة مشاركتها في مسابقات جمالية غير واردة، على الرغم من أنها تمتلك ملامح تخولها انتزاع الكثير من الألقاب الجمالية. وكان قد نشر الفنان اللبناني وليد توفيق منذ فترة قصيرة فيديو على حسابه الخاص عبر إنستغرام، وعلق عليه بالقول: أحلم عايدة من الملكة. وفي التفاصيل نشر وليد مقطع فيديو وهو يسمع صوت زوجته ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق وهي تعيده بمناسبة عيد الأب، وانهالت تعليقات المتابعين الذين أكدوا أن جورجينا هي أجمل ملكة انتخبت في مسابقة ملكة جمال لبنان وأنها لا تزال تحافظ على جمالها وإطلالتها المشرقة. كما شارك الفنان اللبناني وليد توفيق صورا عبر حسابه الخاص على تطبيق إنستغرام برفقة ابنه وليد الجونيور، وعلق عليها بالقول: حبيبي ألف مبروك، الله يوفقك بكل خطوة ومن نجاح لنجاح. وأثار المنشور التفاعل بين الجمهور الذين تمنوا التوفيق لوليد جونيور وشبهه البعض بوالده، في حين شبهه البعض الآخر بوالدته ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق. ولفت أن وليد جونيور أصبح يرافق والده خلال جولاته الفنية في الخارج.